وحنا كي نشوفوا الميزان التجاري خاصة كما نشوفوا التسعة أشهر الأولى للسنة، نشوفوا الأهمية نتاع هذه الدولة بحيث أنها هي المورد الرابح والزبون الثالث، يعني المورد الرابع في قضية الواردات والزبون الثالث في قضية الصادرات. نظن وأنتم تعرفوا بلي هذه الدولة كذلك راهي عضو في الاتحاد الأوروبي اللي تربطنا به هذه الاتفاقية تاع الشراكة، وتعرفوا القرب نتاع هذه الدولة، وتعرفوا بلي عندنا كذلك عندنا معها معاهدة للصداقة ولحسن الجوار وللتطور وللتعاون الاقتصادي. نظن اللقاء نتاع اليوم مهم ومهم جدا، خاصة مع التحول الاقتصادي الذي نعيشه. وتعرفوا بلي رجعنا القاعدة هذه تاع 49-51 ربما، ومن المؤكد يعني من المؤكد أن تكون فاتحة خير لقدوم الاستثمار الأجنبي في الجزائر. وشكرا.